هاي، ازيكم عاملين ايه؟ انا رمون ماركيز من سوني الفا يونيفرس. النهارده هنتكلم عن الكاميرا الجديده السوني A7S3. بس من وجهه نظر مصورين الافراح والفيديوغرافرز بتوع الافراح. اول حاجه هنتكلم النهارده عليها هي السنسور ال 12 ميجا بكسل والبروسيسور الجديد اللي بيريد ال 12 ميجا بكسل دول بسرعه قويه جدا. ال 12 ميجا بكسل از ا فيري جود تشويس من سوني ان هي تختار ال 12 ميجا بكسل، علشان كل ما البكسلز قلت في نفس حجم الفول فريم سنسور بتدينا مساحه اكتر لان كل بكسل تاخد مساحه، فكل بكسل تبقى حجمها كبير تقدر تبقى تستقبل اضاءه احسن، وتقدر كمان ان احنا نقدر نستخدم هاي اي اس او او نويز كابابيلتيز، يعني ان احنا نقدر نريديوس النويز بطريقه اكتر. والبروسيسور مع السنسور دوت بيعمل ريد اوت بسرعه، اللي هو بيقرا السنسور بسرعه جدا، ان هو حجم الداتا اللي فيه اللي هو 12 ميجا بكسل قليلين، هو بروسيسور قوي جدا فبيقراه بسرعه جدا. في حالات الفيديو وحضرتك وانت بتتحركوا يمين وشمال او يعني سلايدنج الكاميرا، او في حاجه بتتحرك من سايد للسايد الثاني، اللي بيحصل ان هو لو البروسيسور ضعيف بيعمل بيندنج، يعني بياخد صوره متاخر، فبيبقى حاجه معوجه كده. بس عشان البروسيسور ده سريع جدا فبيقلل فكره البيندنج دي. تاني حاجه، علشان هو 12 ميجا بكسل فال 4K بيبقى فول فريم فول ريد اوت بتاع السنسور لل 4K. تاني حاجه جديده هنتكلم عليها، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لاي ويدنج فوتوغرافر، هي الايزو بيرفورمانس. انا من اكتر الناس اللي بحب اصور ناتشرال لايت، فمرات كتير قوي بحب اصور بالافيلبل لايت، ومرات الافيلبل لايت بيبقى قليل جدا فاحتاج الاي اس او. الكاميرا الجديده الاي 7 اس 3 فعلا فيها رينج كبير جدا للاي اس او اللي تقدر تستخدمه. الرينج اللي هو من 80 اي اس او اقل حاجه ل 102 400، وده رينج كبير جدا تقدر تشتغل فيه، وممكن نكسباندو كفوتوجرافرز ل 40 ل 400 900 600. بس للفيديو بيبقى من 80، ما بينزلش ل 40. بالنسبه للكاميرا الاي اس او بيرفورمانس بتاعها اكسيد اي كاميرا سوني نزلتها قبل كده بالنسبه لي انا شخصي. انا اي كومبيرت مع او قارنتها مع الكاميرات اللي معايا دلوقتي، الكليرنس والكريسبنس بتاعت الصوره في الهاي اي اس او. انا كنت بعمل تيست كده مع ناس، اوريهم صوره اقول لهم دي ايزو كام، يقول لي مثلا ايزو 1000، اقول لهم لا ده 5000. دي ايزو كام، يقول لي دي ايزو 800، اقول لهم لا دي ايزو اعلى من كده. كل معظم الناس بتبقى متوقعه ان ده ايزو قليل، بس لما يعرفوا ان هو ايزو 5000 و10000 و16000 بتبقى مفاجاه بالنسبه لهم، هاو كلير وشارب والصوره very usable يعني. النقطة التالتة ونقطة برضو ما تقلش أهمية عن الـ ISO هو الـ Dynamic Range. الـ Dynamic Range هو قدرة الكاميرا على إن هي تقدر تشوف حاجة في الـ Highlight قوي، وفي نفس الوقت تشوف حاجة في الـ Shadow، أو نقدر نركفر حاجة Highlight قوي أو نقدر نركفر في الشادو. يعني معناها ان الصوره فيها داتا كافيه ان انا وانا بصور او وانا بعمل ايديتنج اقدر اشوف السماء واشوف حته
ضله او حته فيها شيد او ما فيهاش اضاءه، ان انا اشوف ديتيلز هنا ديتيلز هنا. ودي من اهم الحاجات اللي احنا بنحتاجها في تصوير الافراح بالذات، لان معظم الوقت بيبقى الاضاءه صعبه، مش كل الوقت احنا بنقدر نكنترول الاضاءه. فلما تبقى بتصور الساعه 12 الظهر او الساعه 1 الظهر وتبقى الشمس حاميه جدا، او ايفن بعد كده بشويه لما تلاقي الشمس بقت في وشك وانت بتصور من حته الشيد علشان ايفن اب الوش، اللي بيحصل ان انت محتاج كاميرا فيها دايناميك رينج عالي علشان تقدر تجيب وشهم اللي هو في الشيد والهايلايت السينير اللي وراهم يبقى في بالانس، او تقدر يبقى قريبين من بعض، تقدر تجيب ديتيلز في الحاجتين علشان تقدر تسلم صوره زي قريب قوي من اللي احنا شايفينها بعينينا. ده دايناميك رينج، ودي اهم حاجتين بالنسبه لاي كاميرا بتبقى للافراح، الاي اس او يبقى كلير والدايناميك رينج يبقى عالي. الدايناميك رينج بتاع السوني 7S3 هو 15 ستوب في يعني كدايناميك رينج، فلما تيجي تستخدمها كفيديو في الاس لوج تقدر تصور الفيديو اولموست فلات، مفيش هايلايت ومفيش شادو، تقدر تريتين كل الديتيلز اللي انت عايزها، وانت بتكلر كوركت تقدر ترجع اي داتا انت عايز تاخدها من الفايل بتاعك ان هو فيه دايناميك كبير. والجديد برضو في الكاميرا الـ 7S3 هي ان هي بتصور 4K فول ريد اوت 24 و 60 فريم و 120 فريم، وال 120 فريم على 4K بيبقى يديك الحاجة الموفمنت السموث جدا، وفي نفس الوقت انت بتاخد احسن او انت بتاخد كواليتي ال 4K. قبل كده كنا 30 فريم، فدلوقتي بقى في 60 فريم وال 120 فريم. ده علشان الناس اللي بتحب تعمل سلو موشن، حركة الناس وهما بيرقصوا في البارتي، او حركة الفيل بتاع العروسة، او دخلة الناس وهي بتمشى عليكو. في استخدامات كتير قوي لما تيجي تستخدمها في الفور كي، الفابريكس بتاعت الهدوم، الفيشل اكسبريشنز، حتى الاحساس بتاع الوقت نفسه بيبقى مختلف ولذيذ في ال 120 فريم. ودلوقتي كمان تقدر تصورها في ال 4K، وكمان مع ان انت بتصور 4K 120 فريم، فانت بتصور 10 بت 422 كالرز، فبقى عندك 4K 120 فريم بالبت ريت العالي اللي يخليك تقدر تكالر وتاخد اكريسي اوف كالر احسن بكتير. الكودك كمان اتغير بقى اول الترا ريكوردينج جوه الكاميرا، فبقى تخيل كاميرا صغيره بتطلع سيني كواليتي من ان هي 4K 120 فريم، وكمان ال 10 بت 422 كالرز، والكودكس الاول الترا، كل ده بنسجله على الكاميرا. فلو احتجت ان انت تصور رو، فبيبقى في اكسترنال ريكوردر من الفول اتش دي، الفول اتش دي كيبل اللي هنا، وبتطلع 4K 16 بت، تقدر تصوره يعني تقدر تريكورد اكسترنال عن النينجا وتستخدم الفوتج رو من الكاميرا. فبقى كل اللي احنا محتاجينه 4K 120 فريم 16 بت، وكمان رو في كل الداتا والالوان والايديت اللي انت بتحتاجه. من حاجات المهمه جدا في اي كاميرا بفكر اشتريها او بفكر ابجريد ليها هي الاوتوفوكس، لانه
احنا ما بنصورش حاجات جوه استوديو او حاجات واقفه او او حاجات نقدر نعيد المومنت او نقدر نعيد الحاجه اللي بتمثل قدامنا. لا هي لحظه، اللحظه دي بتبقى مرات في موشن ومرات كتير بتبقى في موشن سريع جدا. فلازم الكاميرا تبقى سريع جدا في ان هي تفوكس على السبجكت اللي انت عايز تفوكس عليه، تفوكس اكوريتلي جدا على السبجكت اللي انت بتفوكس عليه، وكمان تتراك السبجكت دوت او تراك الشخص اللي انت عايز تصوره مهما اتحرك بحركه عنيفه او حركه فجائيه جوه الفريم بتاعك. فال A7S3 فيها يعني هايبريد اوتو فوكس سيستم، ده معناها ان هو بفيز ديتكت وكونتراست ديتكت في نفس الوقت، سنسورز على البوينتس بيديك اكريسي اعلى في كل المودز بتاعتك كفوتوغرافر، يعني كفوتوغرافي او كفيديوغرافر. بتقدر تستخدم الاي تراكنج، فوانس ان السبجكت قدامك عينه باينه بيتراك العين ويفضل لوكينج على العين، وتقدر على الجي ماستر هنا هوت تقدر تدوس تخلي الزرار ده اسايند لان هو يبقى يسويتش ما بين العين الشمال والعين اليمين، فتقدر تحدد كمان انهي عين انت عايز تفوكس عليها. ولو لو انت ما بتستخدمش الجي ماستر ممكن اي زرار من الزراير اللي ورا ديت اساينت لنفس الموضوع ده. فالاوتو فوكس سيستم هو عباره عن كونتراست وفيز ديتكت. الكونتراست بيكفر السنسور تقريبا 90% منه، وبعدين الفيز ديتكت بيكفر 90% من الكونتراست، فبيبقوا زي اوفرلابينج بوينتس بتكفر تقريبا 80% من ذا هول فريم، فانت تفوكس بشكل فروم ايدج تو ذا ايدج تقريبا. فبتقدر تفولو السبجكت من اول فريم بتاعك لغايه اخر الفريم بتاعك، في جزء صغير بس خالص من بين من بره كده هو ده اللي مفهوش بوينتس. والتراكنج الجديد بيتراك الشخص اللي انت او الحاجه اللي انت يعني عملت بوينت عليها، زي في الكاميرات الار والكاميرا الاي 9 مارك 2 انه في سيستم او في اوبشن ان انت تبرس على حد او تاتش السكرين على طول تفولو الشخص دوت مهما كان بيتحرك في الشاشه. فهو التراكنج سيستم جديد وقوي جدا. في حاجه تانية دي ليها علاقه بال الفيديو اكتر، وهو ان انت لو عملت الكاميرا بتاعتك مانوال فوكس من الكاميرا مش من العدسه، تقدر تاساين بالتاتش سكرين بالتاتش سكرين تقدر تحدد البوينت اللي انت عايزها، ومن الاي اف من الزرار الاي اف دوت تخليه يروح يفوكس، يعني تحدد البوينت وانت تقول له يفوكس. فحتى في المانوال سيتنجز تقدر تحدد بوينت معينه وتقول له يفوكس عليها فيدي لك الافكت اوف البولي اللي هو الـ يعني فوكس بولر، يعني من الاخر كده اللي هو واحد بيفوكس ما بين بوينت 1 وبوينت بي، فانت بتحدد له بوينت 1 وانت عامل عليها مانوال فوكس تحط على بوينت بي وتقول له يفوكس عليها حتى وانت جوه المانوال سيتنجز. بعد كده هيجي عندنا ال اي في اف. هنتكلم عن الاي في اف. الاي في اف هو اكبر اي في اف موجود في اي ميرورلس كاميرا.
في كاميرات زوني يعني هو 9 مليون او 9 مليون ونص بيكسل دوت فبيدينا ماجنيفيكيشن اوف 90 او 90% مكبر فده تشوف اكنك بتتفرج على شاشه كبيره والصوره تبقى كريسب جدا وتبقى شايف الفوكس فيها قوي جدا من دي من مميزات الفيو فايندر الحلو اللي فيه هاي ريفرش ريت والكواليتي الحلوه ان انت تبقى شايف الفوكس شايف التكستشر شايف الالوان شايف الاكسبوجر مظبوط جدا تاني ميزه في الفيو فايندر انه في اوبشن لو انا مرات كتير قوي ببقى حاطط عيني جوه الفيو فايندر وانا حاطط عيني على الفيو فايندر ما ببقاش شايف اخر الفريم هنا ايه او عايز ابص على السيتنجز تحت في ايه فعلشان هو ماجنيفيكيشن كبير قوي ففي احيانا الناس تقول لك ايه لا انا حاسس ان انا مش شايف الصوره كلها عيني مش جايبه الفريم كله ففي اوبشن جوه الكاميرا ان انت تقدر تزوم اوت مونيتورز فيو فايندر ماجنيفيكيشن وزوم اوت حاجه من الحاجات اللي برضو عجباني جدا في الكاميرا هي الفليب سكرين يعني انت تقدر تفليب سكرين كده وتقدر تشوف لو انت عايز تفلوج وتصور نفسك او عاوز تصور لو انجل تقدر تصور لو انجل لو عايز تصور هاي انجل تقدر تصور هاي فيري هاندي بالنسبه للافراح لانه احنا مقرات كتير قوي بنحتاج ان احنا نغير البرسبكتيف بتاعنا نغير المنظور بتاع الصوره بتاعنا ونقدر نبقى عايزين نطلع صوره اعلى او صوره اوطى فالشاشه يعني انقاذ للموضوع دوت ان احنا بنبقى احيان كتير قوي عايزين نغير الانجل بسرعه ونصور ونبقى احنا شايفين مظبوط وكريسب فالروتيتنج سكرين يعني عمليه جدا بالنسبه للافراح بالنسبه للفيديو لو انت عايز تاخد حاجه لو وتراكنج او عايز تاخد حاجه هاي وتراك ان برضو او تراك اوت يعني فيري هاندي احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي على ازاي انا بحب استخدم الكاميرا هاند هيلد وانا بحب استخدم السكرين وبستخدم السكرين كتير قوي عشان اغير برسبكتيف فعشان كده بعتمد اعتماد كبير قوي على الايمج ستابلايزر اللي جوه اللي هو الفايف اكسس ايمج ستابلايزر اللي جوه الكاميرا بيديني ستابيليتي في الفوتو لو انا بصور على سلو شاتر سبيد او حاجه زي كده تبقى بيعوض اهتزاز ايدي والاوبشن الجديد اللي جوه جوه الكاميرا هو الاكتيف ستيدي شوت الاكتيف ستيدي شوت معمول علشان الناس اللي تحب تستخدم الكاميرا هاند هيلد وانا بحب استخدم الكاميرا هاند هيلد جدا وعلشان كده الاكتيف ستيدي شوت بيخلي الاستابلايزيشن بتاعي شكله زي اللي هو الاستابلايزد على على جيمبل او كده هوت فيري ناتشرال فيري يوزبل يعني بتحس ان هو استابلايزر طبيعي جدا وفي نفس الوقت هو احساسه طبيعي وشكله سينماتيك جدا ومع استخدامه في الافراح بيخليك انت تبقى ريدي ان انت تشوت اكتر او تصور اكتر مش ان انت تضيع وقت او تشغل بالك ان الجيمبل موزون ولا لا طب عايز توزن عدسه ثانيه ولا لا بيشتغل على كل العدسات ولو عندك يعني عدسه زوم مش محتاج ان انت تظبط الوزن بتاعها كل ما تيجي تستخدمها بالنسبه للناس اللي هي عارفه ان ال 4K is a bigger size يعني انت
بتستخدم ال 4K حجمه الفايل حجمه كبير في داتا اكتر, وبالذات مع الكودك الجديد بقى البيت ريت عالي جدا, فبقى في داتا وشاركنس وكريسب جدا كفيديو. مرات كتير قوي ممكن يبقى تقيل على الاجهزه بتاعتنا, فالكاميرا بتوفر بروكسي فايلز. البروكسي فايلز دي عباره عن فايل صغير من الفايل الكبير بتاعك بتصوره جنب الفايل الكبير, ولما بتيجي تعمل ايديتنج بتعمل ايديتنج على الفايل الصغير اللي هو الفول اتش دي, وانت بتعمل اكسبورت تعمل كل الايديتنج بتاعك كات بتاعك كل حاجه, وانت بتعمل الاكسبورت يعني بتحط الفايل ده مكان الفايل دوت فبيرندر ال 4K مش الفايل الصغير, فيطلع لك الجود كواليتي, بس يو سيف تايم. سيف تايم مرتين, سيف تايم ان انت ما تقعدش في البيت تحول الفايلات ال 4K الكبيره الى فايلات صغيره علشان الجهاز يأوبتمايز, في نفس الوقت الجهاز نفسه بياخد الفايلات الصغيره دي فيشتغل عليها اكتر اسرع, فتقدر تشتغل على طول وتخلص شغلك وانت بتاكسبورت بس بتريبليس الفايلات ببعض. اكتر حاجه بالنسبه لي اكسايتنج في الكاميرا الجديده هي المنيو سيستم الجديد. المنيو احسن بكتير, مترتب اكتر. دلوقتي كمان تقدر تتاتش المنيو, تقدر تتاتش السكرين, تقدر تخش على الكاميرا سيتنجز او الفايل سيتنجز والاكسبوجر بقى مجمعينهم, المانوال فوكس او الاوتو فوكس, بلاي باك نتورك, بلاي باك نتورك, وكمان السيتنجز كل حاجه تاتش سكرين, فانت تقدر يوز يور هاندز او فينجرز يعني ان انت تقدر تاتش وتنفيجيت ما بين المنيو وتظبط كل السيتنجز اللي انت عايزها. زي ما احنا قلنا زي ما شفنا ان المنيو هي تاتش, فكمان السكرين بتاعه الكاميرا نفسها تاتش, فتقدر تاتش فوكس تغير فوكس بتاعك, تاتش تراك يعني تاتش حاجه وتخليها تفضل دايما تراكنج الحاجه دي. فالحاجات ديت من الحاجات الحلوه جدا في السكرين الجديده, فما هياش بتلف بس فليب لبره, لا انت كان يعني فولي تاتش شوتينج او في المنيو او في السيتنجز تقدر تظبط السيتنجز بتاعتك. يعني لو دخلنا مثلا في السيتنجز كده تقدر تغير السيتنجز بالتاتش فتبقى اسرع كتير قوي من انت تخش جوه المنيو وتستخدم الجويستيك. بالنسبه لاي ويدنج فوتوغرافر او فيديوغرافر مهم جدا ان هو يقدر يكونكت بالكاميرا, يكونكت بالكاميرا بشكل لطيف. فزي ما احنا شايفين عندنا هوت كل الجاكس عندنا, الهيدفون جاك والمايك جاك, وكمان اليو اس بي تايب سي هنا ممكن تشارج الكاميرا منه, وكمان تقدر تستخدم ان انت تباور اب الكاميرا وهي شغاله. فانت لو بتصور فيديو طويل او انترفيو او حاجه زي ما انا بصور دلوقتي بحط الباور جوه الكاميرا فتفضل تتشارج. تاني حاجه ودي اهم حاجه بالنسبه للفيديوغرافر ان هو يقدر يطلع هيز فوتج على الاتش دي ام اي. دي من الحاجات المهمه انه حجم الكابل اتش دي ام اي از فيري يعني زي ما بيقولوا كده ايه حجمه كبير, وفي نفس الوقت يقدر يستحمل الشغل اكتر وبروفيشنال ان انت تنقل الفول اتش دي او ال 4K من الكابل دوت لاي اكسترنال سورس. الكاميرا الاي 7 3 تقدر تاخد نوعين كروت داتا, السي اف اكسبرس اللي هو ده والاس دي اللي هو ده. والكاميرا نفسها تقدر تاخد كارتين من اي
نوع من الكروت ديت. يعني اقدر احط اتنين سي اف اللي هو الاكسبرس اللي هو ده، اقدر احطه هنا فاقدر احط كارتين سي اف اكسبرس او اقدر احط كارتين اس دي. فتقدر تستخدم كارتين اس دي او كارتين اس دي اف، تقدر تستخدمهم في الكاميرا. فبالتالي الكاميرا تقدر تاخد اربع كروت، يا الا اتنين سي اف اللي هو الاكسبرس تايب اي، يا الا اتنين اس دي، يا الا واحد او واحد على حسب ما انت محتاج تصور او محتاج داتا ستوري سبيد يعني. وفي حاجه تانية لذيذه جدا هي اللي هو الهوت سواب ريكوردينج، ان انت تقدر تصور مثلا سيرموني، حفله، انترفيو، عشان الكاميرا ما فيهاش تايم ليميت للريكوردينج، فتقدر وانت بتسجل على كارت واحد، لو كارت واحد خلص اوتوماتيكلي الكاميرا بتنقل على كارت اتنين، تقدر تغير كارت واحد بكارت جديد وتكمل ريكوردينج. فلما يخلص كارت اتنين يروح على كارت واحد، تقدر تغير كارت اتنين تروح على كارت واحد لغاية لما البطارية تخلص. فده اوبشن ان تقدر تكمل ريكوردينج على اعلى كواليتي وتفضل مكمل من غير ما تقطع علشان الكروت بتخلص منك. فكره ان الكاميرا بتريكورد بذات اي تايم ليميت، ده بسبب الاستراكشر الجديد اللي سوني عاملاه جوه الاي 7 اس 3، انه الشاشه بتطلع لبره والسبيسز اللي جوه كالكترونكس فيها مساحه ان الهواء يسيركليت، فتقدر ما تعملش هيتنج اب او ما تقدرش ان هي تسخن فتعطل لك شغلك او تقعد مده اطول للريكوردنج يعني. في فانكشن دلوقتي لذيذ جدا بالنسبه لكل الناس اللي بتصور هايبريد، اللي هو زي انا مثلا بصور فوتو وبعدين اصور حاجات فيديو وبعدين اصور حاجات فوتوغرافي وبعدين اخد حاجات فيها حركه وفيها فيديو. فدلوقتي بقى السيتنجز مفصوله عن بعض، المين سيتنجز بالذات. يعني لو انا على بصور صور، الايزو، الابرتشر، الشاتر سبيد، الاكسبوجر كومبنسيشن، الميترنج، يعني ميترنج سيستم، وكمان الوايت بالانس والبيكتشر بروفايل والفوكس مود، كل الحاجات دي، الثمان حاجات دول اقدر اخليهم يا الا مشتركين ما بين الفوتو والفيديو، يا الا يبقوا منفصلين تماما عن الفوتو والفيديو. يعني الفوتو يقدر يسيت اب، يعني انا مثلا لو عندي حد بيستخدم الكاميرا ديت الفوتوغرافي يبقى عامل له سيت اب، ولما يقلب فيديو واحد تاني بيصور بالكاميرا دي نفس الكاميرا فيديو، يبقى السيتنجز كلها مقلوبه للفيديو فتناسب الاثنين من غير ما تلخبطهم، من غير ما تضيع وقت كمان في التغيير كل الثمانيه سيتنجز دول عشان يماتش اب الستايل او الحاجه اللي انت عايز تعملها اديتنج. من الحاجات اللذيذه جدا بالنسبه للناس بتاع الاوديو هي ان الهوتشو ان هو عباره عن انترفيس للمايك. فانت لما تحط المايك اللي هو في الهوتشو يقرا الاوديو على طول من ده، ما تحتاجش ان تاخد المايك وتوصله بسلك للمايك جاك اللي هنا، لا انت على طول بتستخدم اللي هنا. ولو حطيت الاتاتشمنت اللي هو الهوتشو اتاتشمنت بيدي لك اوبشنال ان انت كمان تقدر تتحكم في 3 4 مايكات. فبالنسبه لكل الناس اللي هي بتفلوج او بتتحكم في كذا كاميرا وعايزه الكاميرات كلها الاوديو بتاعها يخش في سيستم واحد وتقدر تريد تسمع الفايلات اون تراكس، ده اوبشن لذيذ جدا.
فيري ادفانس بالنسبه للاوديو. وبكده ابقى انا غطيت الحاجات المفيده او الحاجات اللي في الكاميرا اللي هتساعدنا ان احنا نصور صور وفيديو الافراح بشكل سلس وسهل وفي نفس الوقت في احسن كواليتي نقدر نصور فيه. شكرا.